ايه يا بنتي مالك؟ سارة؟ ماليش. طيب انا هقوم امشي دلوقتي عشان عندي مواعيد كتير قوي، بس الازازة بتاعت النهاردة كانت ايه؟ كانت فظيعة والجو كان تحفة. ممكن تسكت وملبس وانت ساكت. سارة انت في ايه؟ انت مش طبيعية النهاردة، وانا ضايقتك في حاجة؟ من فضلك يا نور، مش قادرة اسمع صوت. انت مستنية حد؟ خليك قاعد هنا، ما تطلعش بره. ازيك يا سارة؟ انت فين؟ انا هنا. وحشتيني. وانت كمان قوي يا بابا. انت كويسة؟ انا كويسة. انا كمان كويس جدا. ايه الابتسامة اللي مالهاش معنى دي؟ ليه بتقول كده؟ سارة، انت فاكرة لما قلت لك اني بقيت اشرب كاس واحد في اليوم وبالليل؟ فاكرة. طيب بقى كاس واحد كل يومين ثلاثة. أنا مبسوط جدا من نفسي. برافو يا بابا. ومالك بتقوليها كده وأنت مش مبسوطة؟ لا والله أنا مبسوطة جدا. أيوه كده بابا. أيوه. هو أنت كنت جاي عشان تقولي كده بس؟ أيوه. دي حاجة كبيرة جدا مش صغيرة. لأني قدرت أسيطر على نفسي ونجحت إني أتحكم فيها أكتر من الأول بشوية. لأني كنت بستنى الكاس بتاع بالليل ده. فبقيت استنى بالليل ده بفارغ الصبر. كان لازم اكسر ده جوايا وقدرت. ابوكي شاطر مش كده؟ كده. وانتي كمان شاطره. في ايه يا ساره؟ بقول لك اطلع بره. هو انا عملت لك حاجه؟ اطلع بره. انت ايه اللي جابك اصلا؟ انت ما بتفهمش. خلاص هسيبها لك وماشي. بره بره جاتك القرف. كل ما تكوني تعبانه نفسيا تهدي حيد انا ونغير ديكور حديد اهو. صحتي ما بقتش قد كده. ارحميني. يا تخيلي بقى ان يظهر هتيجي عندها حق. يظهر ان انا فعلا هوكر. هوكر ايه؟ ايه كلام لهبل اللي انت بتقوليه ده؟ سارة كل واحد في حياته أكيد في حاجة بيحبها، ومش عيب إنك تكوني بتحب الجنس. أنا ما بتكلمش على العيب ولا صح ولا حرام. أنا بقيت قرفانة قوي من نفسي. إيه؟ عمري ما حسيت بكده زي النهاردة. عشان كده أنا خدت قرار. هو أنت بتتكلمي جد ولا بتهرجي ولا إيه؟ كلام جد طبعا. قرار نهائي كمان.
أنا مش هعمل كده تاني. أبويا لما جالي النهارده واتكلم معايا شفته قد إيه مبسوط إنه قدر يسيطر على نفسه. كنت حاسه عايز يقولي أنت ما بتعمليش كده لأنت كمان. أنت ليه سايبة نفسك كده؟ اللي يوديكي واللي يجيبك. مع إنك تقدري. تعرفي يا سارة أكتر حاجة بتعجبني فيكي إيه؟ طري عليكي بقى شويه بمزاجي بدل النكد اللي احنا فيه ده. انك لما بتيجي تعملي الصح او الغلط بتعمليه بنفس البراعه. بمعنى مثلا يعني لما تعملي حاجه غلط بتعيشي فيها لغايه الاخر وبتستمتعي بيها جدا، وفجاه لما تقرري تعملي حاجه صح برضو بتستمتعي بيها زي دلوقتي. انا من ساعه موضوع حملي هي ايه وانا عماله بسال نفسي سؤال، أنا بعمل في نفسي كده ليه؟ عشان المتعة وخلاص؟ في حياتنا حاجة اسمها المتعة المؤجلة. إيه الاسم الحلو ده؟ ينفع مسلسل تركي. الأوراق المتساقطة. العشق الممنوع. المتعة المؤجلة. اضحكي بقى. أنت ليه سبتي شغلك وجيتي؟ هعتبر نفسي ما سمعتش حاجة بصراحة. يا بنتي ده غيرك. وبعدين في ألف حد يقف مكاني في البرنامج، مع إن النهاردة في فقرة بصراحة كان نفسي أتفرج عليها. ما تعالي شوية. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم. يا جمال المحشي. يا جمال المحشي يا حلاوته. لما تغرف المحشي تقول إيه؟ إيه؟ آكل ولا أحشي؟ تقابيح يا زوزو. والنبي نادلني على الوزير غلبان على لحم بطنه من الصبح يا عين امه. حاضر يا زين. بس ايه رايك يا زوزو المحشي جميل؟ اتفضلي حبيبي اهو. فظيع الراجل ده مش ممكن. ايه ده يا زين ما اخترت. ايه اللي لابسه ده يا زين؟ زوزو المحشي معليك. قرب قرب كل. اعزائي المشاهدين، دي كانت آخر حلقة ليا معاكم. تزوروني بعد كام يوم في برنامج جديد. صباح على خير. إيه ده؟ الكلام ده حقيقي؟ آه. هنعمل برنامج جديد بس لسه طبعًا هنعمل اجتماعات عشان نشوف الفكرة اللي هنقدمها. هاي. مرحبا. هاي عندنا. يا مرحبا يا مرحبا. أنت فين يا بنتي؟ انت اللي فين اصلا؟ بقالي فتره ما اعرفش عنك حاجه. خلاص بقى العد التنازلي فرح يقرب. هتودعي لاصبايا قريب يا جميل. مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيكي. امال فين تالتة؟ كلمتني في التليفون واكدت انها جايه وعامله لنا مفاجاه كبيره قد كده. انت اتضربتي امبارح في امبابا؟ يا ساتر يا رب. في يا بنتي اتضربت بس الحمد لله ما اتعورتش يعني. انت ازاي ما تقوليش حاجه زي كده؟ ان الله حليم ستار فيها يا جماعه. الفضايح دي من الموضوع عدى وخلاص. تفتكروا ايه مفاجاتها دي؟ طلقت حامل. ازاي يعني كل واحد فيهم بينام في اوضه؟ باللاسلكي. ما هي طريقه جديده. بذمتكم لو كان الموضوع ده كده مش كنا ريحنا بالنا؟ تصوري ان ده ممكن يحصل فعلا مع التطور التكنولوجي اللي احنا فيه. يبقى الراجل نايم في اوضه والست نايمه في اوضه ويظبطوا بقى الانتنة على اشارات بعض كده الست تحمل وخلاص. وفريدي الموجة حصل لها تشويه. لا كده حرام البيبي يطلع مشوه. دي بقى اسمها خيال. تعرفي ليه؟ ليه؟ ممكن الراجل يلقط اشاره جارته. وبعدين لو عنده مشكله جنسيه يروح بقى المهندس اتصالات. كل ده عشان نعرف مفاجاتها دي ايه. ترى هاو دو اي لوك؟ دودة بجد مبروك الله يبارك فيكي. ايه ياما مش هتباركيلي؟ على ايه؟ على الحجاب. عندنا في الاسلام اللي بتلبس الحجاب بيقولوا لها مبروك. مبروك يا حاجة دودو. مش ناقصاكي انت كمان.